السلام عليكم ورحمة الله. يلا حيهم معنا هنا تبارك الرحمن 2001 جي ام سي سيارة مخصر يسمونه ستيب سايد. الموتر تبارك الرحمن طبعا كندي، فيه عدة مواصفات: 8 سلندر 4.8 جير اوتوماتيك دبل، طبعا دبل ارضي، 8 سلندر مثل ما ذكرت، مكيف، ممشي وعداد بالكيلو، مواصفات كندية مثل الخليجي. طبعا مثل ما ذكرت تبارك الرحمن هذه علامة الجودة جي ام سي، وليس سيارة، وليس ما شاء الله تبارك الرحمن علامة الجودة جي ام سي، ما هو سيارة. طيب نشوف السيارة الآن من الداخل. طبعا النوافذ هندل يدوية، هذا كتيب الوكالة، دبل أرضي، طبل نظيف، داخلية نظيفة، هذا كتيب الضمان. طبعا الموتر تم تصنيعه عام 2000 في شهر 10. شوف الممشى الآن، ثلاثمية وستة وسبعين ومئتين وسبعة وتسعين كيلو، ممشى وعداد بالكيلو.